الأعمار بيد الله يا أخي، المهم الواحد يعيش آخر أيام حياته هو مطمئن. كلياتكم عارفانين ما هي؟ مو بشو؟ لأنه آخر أيام حياتي. عن شو عم تحكي بدي؟ اللي يا تعملت تخطيط شو صار معك؟ أنا كشفت لعبتكم كلياتكم. شو طلع معك بالتخطيط؟ ما طلع معي شيء، طبعاً ما بده يطلع معي شيء، منين بده يطلع معي شيء؟ إذا كل ما بروح لعند دكتور بتتصلوا فيه بتقولوا له لا تخبروا الحقيقة. أي حقيقة؟ حاجة تكذبي أمي، حاجة، أنا سمعتكم بإذني هي اللي بدها تنبخش، عم تقولوا إنه الواحد لازم يعيش آخر أيام حياته. خرب بيت شحمك، نحن ما عم نحكي عنك، نحن عم نحكي عنك. لك حاجة ما أحلاكم أنتم تعترفوا إنه عم تحكوا عني، هاتوا 800 ليرة. ليش بدك 800 ليرة؟ هيك بدي روح أعمل تخطيط عند دكتور ما تعرفوا إنه رايح لعنده وما راح لكم وين، وبدنا من فوق بيع الهريسية. مديع مسيك لشوف، هي 1000 ليرة وبالباقي جيب لي معك شوية هريسة. أبو نجيب وبدلة الفتوة لسوسان. هس تمك ما تفتحي انت سوسن، هيك راسمة بالبكالوريا، سواء كانت لابسة بدلة فتوة ولا مو لابسة بدلة فتوة. كتي بس اتعالج بردلك يا ابو، واذا متت بتاخذه من الورثة. خلاص بدي انت روح اتعالج وانا ما بدي منك شيء. الله بك.